طيب السؤال عندنا النهاردة بيقول دكتور، هو ايه الفرق ما بين الارتخاء قبل القصف والارتخاء بعد القصف؟ هو الحقيقة الارتخاء قبل القصف دي حالة مرضية، والارتخاء بعد القصف دي حالة مرضية تانية. وخد بالكوا بعض الرجال بيخلط ما بين الاتنين. ازاي؟ ان بيجي لي راجل يقول لي يا دكتور انا عندي ضعف انتصاب شديد. ليه يا حبيبي؟ يقول لي انا اللي انا مجرد ما بلمس زوجتي بيحصل قصف وبعد كده العضو يرتخي. هو انا الحقيقه مش مريض ضعف انتصاب شديد، هو مريض سرعه قصف شديده، لان ما دام العضو ارتخى بعد القصف ده هنا بنسميها سرعه قصف، لكن لو العضو ارتخى قبل القصف ده ضعف انتصاب. يبقى الاجابه على السؤال الفرق ما بين الارتخاء قبل القصف وبعد القصف، ان الارتخاء قبل القصف دي ضعف انتصاب، لكن الارتخاء بعد القصف لو كان بسرعه يبقى ده سرعه قصف. فالنقطه دي مهمه، لان مرضى كتير بيبقى عنده لبس في النقطه دي، ان هو يجي يقول لي انا ما بلحقش والعضو بيرتخي. فهنا احنا بنتعامل معاه لانه مريض ضعف انتصاب، لكن مجرد ما اسمع منه شويه يقول لي انا العضو بيرتخي. طب حبيبي هو بيرتخي قبل القصف ولا بعد القصف؟ يقول لي لا بعد القصف. فيا جماعه طبيعي ان العضو يرتخي بعد القصف، ده الطبيعي. فحالات نادره جدا واستثنائيه للرجل بيحتفظ بالانتصاب بعد القصف، لكن هو الرجل الطبيعي بعد القصف لازم العضو يرتخي. فدي حاجه انا بشوفها بتوتر بعض الرجال، يقول لك انا بعد القصف العضو ارتخى على طول، ما ده شيء طبيعي. لكن الارتخاء قبل القصف هنا ده يعتبر مريض ضعف انتصاب، لكن لو القصف يجي بسرعه وبعد كده العضو يرتخي ده مريض سرعه قصف وبيحتاج ياخد علاج لسرعه القصف.